بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. زي ما قلت لحضراتكم خلال هذا الأسبوع قبل مباراة منتخبنا الوطني يوم الجمعة القادم، هنفضل نساند وندعم كالعادة. قناة الأهلي ستساند وتدعم منتخبنا الوطني خلال هذا الأسبوع بالكامل. طول الأسبوع هنتكلم عن المنتخب وعن اللي ممكن يحصل عشان نقدر نفوز في هذه المباراة. كل يعلم أنها مباراة صعبة جدا جدا. يوم الجمعة هتلاعب منتخب من أو أفضل، أنا بشوف أنه هو أفضل منتخب في أفريقيا، مش أنا لوحدي، كل الخبراء اللي بيحللوا في كرة القدم يجي يكلم معاك يقولك أن أنت هتلاعب منتخب قوي جدا جدا يوم الجمعة القادم. وبالتالي إيه اللي هيحصل؟ كيف يفكر كارلوس كيروش في هذه المباراة؟ إيه اللي هيعمله؟ لازم أكسب وما يخشش فيها جوان، لازم أروح محمد صلاح ودنني وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد بالمجموعة الأمامية وحافظ على الناحية الخلفية في خط الظهر. إزاي هقدر أعمل التوازن في هذا الأمر؟ خصوصاً أن أنا كنت بعتبر أن أحمد حجازي هو رمانة الميزان في خط دفاع منتخبنا الوطني، وراه حارس كبير زي محمد الشناوي اللي أنا بشوف أنه هو الأقرب. يعني يمكن محمد صلاح والشناوي هما الاثنين اللي حاجزين اماكنهم في التشكيله الرسميه للمنتخب الوطني. هتقول لي ليه؟ هقول لك لانه محمد صلاح ما فيهاش كلام. محمد الشناوي افضل حارس في مصر حاليا، وبالتالي كان في بعض الاهتزاز في المستوى شويه من بعد نهايه كاس الامم الافريقيه، ولكن ازاي رجع محمد الشناوي وازاي وصل لهذا المستوى الرائع فيه؟ خصوصا خلينا نتكلم عن المباراه الاخيره، اذا كنا بنتكلم فخلينا نتكلم على المباراه الاخيره امام سان داونز، وان هو واحد كان من الاسباب اللي خلت النادي الاهلي يتغلب واحد بس، محمد الشناوي. وبالتالي اعتقد ان الاثنين دول هم الاقرب ان هم حاجزين اماكنهم في كره او في المباراه القادمه. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، كل الناس لما بتيجي تتكلم بتتكلم عن المباراة دي، بتتكلم عن ان احنا لازم نكسب واحد اتنين او يعني نكسب اكتر من اتنين. انا بقول لحضراتكم ان المباراة دي لو خلصت 1-0 لمنتخبنا الوطني فده هيبقى شيء جيد، ده هيبقى شيء جيد. يعني ايه شيء جيد؟ يعني احنا كسبنا منتخب السنغال 1-0 ان شاء الله، ان شاء الله يوم الجمعة، يا رب يبقى اكتر طبعا، لكن لو كسبت منتخب السنغال 1-0 اعتقد ان منتخب مصر هيبقى اقرب بكتير جدا من السنغال، لان احنا بنعرف ندافع كويس. احنا منتخب في المباراه الثانيه هنعرف ندافع كويس ونقفل كويس، وبعد كده نشتغل على الهجمات المرتده اللي هي زي ايه؟ فاكرين زمان لما كنا بنقول باصي لصلاح؟ مثل هذه المباريات هي باصي لصلاح، اللي هي المباريات مش اللي هي يوم الجمعه، انا بتكلم على اللي هي المباراه الثانيه في السنغال يوم 29. لو ربنا كرمك وقدرت ان شاء الله ان شاء الله تحرز هدف، اعتقد ان منتخبنا الوطني ان شاء الله هيفرح ال 100 مليون، ان شاء الله يفرح ال 100 مليون. فعشان كده انا بقول لحضراتكم كل الناس اللي هتروح الاستاد او كل الجماهير اللي هتروح الاستاد لازم مسانده قويه ودعم كبير جدا للمنتخب من اول دقيقه لاخر دقيقه. ما فيش حاجة اسمها أزهق، ما فيش حاجة اسمها أفقد الأمل، ما فيش حاجة اسمها إن أنا ما أقفش ورا منتخب بلدي لغاية آخر ثانية، لغاية لما الحكم يصفر. لأن هو ده اللي إحنا هنعمله خلال هذه الفترة، هو ده اللي إحنا بننتظره من منتخب بلدنا خلال هذه الفترة. وإحنا كمان كجمهور علينا دور كبير جدا جدا. هتقول لي يعني هما المنتخب السنغالي هيتأثر؟ ما أعتقدش إن هو هيتأثر بالجمهور بنسبة كبيرة، لأنهم كلهم لاعبين دوليين ولاعبين كبار جدا وبيلعبوا كلهم في منتخب السنغال، بيلعبوا في أندية كبيرة جدا في أوروبا. يعني لو اتكلمت على الميلان، لو اتكلمت على نابولي، لو اتكلمت على اليوفي، لو اتكلمت على ليفربول، لو اتكلمت على تشيلسي، لو اتكلمت على مانشستر، هتقعد تتكلم تقول كل الأندية الكبيرة في العالم هتلاقي فيها حد من السنغال. في كل دوري أوروبي هتلاقي فيها حد من السنغال. عندهم أفضل حارس في العالم أو من أفضل حراس العالم مندي.
منتخب قوي، عندهم باك يمين قوي جدا، عندهم باك شمال قوي جدا، عندهم اثنين في نص الملعب كويسين جدا، عندهم الناحيه الهجوميه حدث ولا حرج. فبالتالي انت داخل على مباراه صعبه في كل بكل المقاييس، بكل المقاييس. امبارح كان معايا كابتن طارق العشري قال وجهه نظر قد تكون مفيده، بس خلاص يا كابتن طارق. قال كابتن طارق العشري قال ايه؟ قال ان انا ما كنتش احبذ ان منتخب مصر يلعب على استاد القاهره. ليه؟ لان الملعب استاد القاهره هو ملعب اوروبي شبه الملاعب اللي بتلعب عليها اللي بيلعب عليها كل اللاعبين الدوليين اللي موجودين في المنتخب السنغالي، ولكن ملعب برج العرب هو ملعب جيد وكل حاجه ولكن اتقل من استاد القاهره، وبالتالي احنا واخدين عليه كمصريين، السنغاليين برضو مش هتلاقيهم واخدين عليه قوي، فالملعب ياخد منهم شويه. فهو هنا كان كابتن طارق بيفكر بطريقه كيف تفوز او كيف تصعد الى كاس العالم، مش كيف افوز بالمباراه. انا بالنسبه لي مش ان انا اكسب مباراه يوم الجمعه يبقى انا صعدت، لا، انا عندي مباراه يوم الجمعه او شوط يوم الجمعه وشوط يوم الثلاث اللي بعده. شوط يوم الجمعه لو ربنا كرمني فيه عندي لسه شوط ثاني يوم الثلاث اللي هو يوم 29. لا قدر الله حصل اي حاجه يوم الجمعه لسه عندي يوم 29، انا عندي منتخب قوي وعندي منتخب قادر على ان هو يفوز على اي حد. انت عندك افضل لاعب في العالم محمد صلاح او من افضل ثلاث لعيبه في العالم، عندك تريزيجيه واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في مصر وفي تركيا دلوقتي عامل شغل رائع، عندك عمر مرموش وهدف عالمي عالمي جابه من امبارح او اول امبارح مع شتوتغارت، عندك مصطفى محمد واداء غير اداء رائع الحقيقه خلال الفتره الاخيره مع برشلونه،